عن فتواكم ما يتعلق بالغنى والفتاوى الأخيرة. الذي نراه ونرى أنه هو الشرع أن استعمال المعازف محرم وأنه غير جائز، وأن النصوص متواترة في هذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقد ورد في هذا أدلة كثيرة، جمع ابن القيم قرابة 100 ونيفا من الأدلة تدل على تحريم استعمال المعازف، وقد جمعها طائفة من أهل العلم في مؤلفات وكتب. وحينئذ فوجود زلة من متكلم لا تعني أن تورث شبهة عند الناس. نعم، جزاك الله خير.